القدوس الإله الواحد أمين. احنا بنشكر المسيح إلهنا اللي بينعم علينا وبيرشدنا وبيهدينا إلى ملكوته، واحنا ماشيين في العالم في السنة بنتوه كتير. في كل سنة النعمة والروح القدس في هذا الموسم الصيام الكبير بيهدينا للطريق. وما هو الطريق؟ هو الملكوت، زي ما هقول في 55 يوم في كل يوم. الصوم الكبير موضوعه واحد، طول ما احنا مستوطنين في الجسد فنحن متغربون عن الله، فنصر ان احنا نتغرب عن الجسد لكي نستوطن عند الله. فموضوع الصيام كله بنغير المواطنة بتاعتنا والجنسية بتاعتنا من عيشة في الجسد لعيشة في الملكوت. ودي النعمة، وده تدخل الله في هذا الصوم في موسم. احنا في هذا الموسم بيعد لينا المسيح طريق العبور، هو بيعده لينا وهو بيسندنا، هو صائم عننا لكي يعد هذا الطريق. الشيء المبدع جدا ان بعد ما المسيح خلص الأربعين المقدسة وهو نازل من على الجبل، أول كلمة قالها: ها ملكوت الله قد اقترب إليكم. فواضح خالص إن المسيح في الأربعين المقدسة كان بيفتح الملكوت، بيهيئه لكل واحد فينا. فهي قصة عبور، عبور من حياة في الجسد للملكوت. لما بيغلط الإنسان ويفتكر الصيام إنه بس في الجسد فيحصره في الصوم وفترة الانقطاع ونوع الطعام، بيخسر كتير. ما هو إيه؟ هو وصول للملكوت. الخلفية الكتابية الكنسية اللي الكنيسة بتتحرك عليها في القراءات كلها هي العبور، ده عبور شعب إسرائيل زمان لما خرجوا الله من أرض مصر من العبودية والظلمة إلى الحرية بقيادة موسى. إحنا نفس الكلام، إحنا بقيادة المسيح بقى بنعبر من حياة حسب الجسد لحياة حسب الروح. عشان كده إحنا في الكنيسة زي ما بقولك موضوعنا هيبقى كده. احنا بنصلي كتير في الصيام الكبير، بنقرا كتير، بندرس في الكتاب المقدس كتير. دراستنا السنه دي في الاحد اللي هو صلاه المساء اللي بتبتدي من النهارده كل يوم احد من 7 لـ 8 هيبقى موضوعنا شخصيات من الكتاب المقدس اللي مشي ورا النور وعبروا من الحياة في الجسد للحياة في الله. موضوع بديع جدا، أنا يعني نفسي يتاخدوا البركة دي. زي بقول لك يوم الحد ده احنا تعودنا انه بيبقى فيه الزيارات والأكل. لا، في فترة الصوم المقدس هيبقى يوم الحد بعد الظهر ده
نجتمع حوالين الكلمة وناخد من الله ونعبر من حياها، لأن ده موسى زي بيقول لك، ده موسى اللي بيتخلف فيه بيخسر كتير. إنجيل النهاردة زي إنجيل الصيام كله، معونة من المسيح لكي أعبر. إيه المعطلات؟ يقول لك لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء. شوف بقى الإنجيل بعد المقدمة دي، طبيعة الإنسان أنه يكنز، عاوز يكنز. طيب تكنز في الأرض ولا في السماء؟ هي مقارنة، هي عبور. طب الأرض قال لك حيفسد وحينقب السرقون، وبعدين احنا بنشوفها مين بيحوش وبيبقى له حاجة، ما هو بيمشي، ما احنا عابرين، عابرين إلى الملكوت، فبيبقى يعني جهالة ان الواحد يبقى كل تحويشته في الارض، تبقى جهالة. طبعا الكلمة دي قالها المسيح في انجيل باكر. طبعا انا بستنهض قلوبكم وفكركم انه تمسكوا في الانجيل ده زي ما الواحد حيموت من الجوع. هتسمع الاسبوع الجاي انه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بالكلمة. عجيب إنجيل باكر، يقول لك إنسان بنى البيت كبير بس بنى على الرمل. قال لك ده جاهل، لأنك هتيجي الأمطار وهتيجي الريح جاية جاية، بس بنيت على إيه؟ اللي بنى على الرمل سقط وكان سقوطه عظيم، واللي بنى على الصخرة، صخرة واحدة هي هي المسيح، البيت ثبت. هتكنز فين؟ في السماء. طب كيف أكنز في السماء؟ سؤال. قال المسيح مثل حلو قوي على قاضي الظلم ده، قال الراجل اكتشف انه هيطرد سيده، هيطرده، فقال ماذا أعمل؟ استحي اني اسرق وانقب واشحت؟ فراح جاب مديوني سيده، قال له عليك كام؟ قال له 100، قال له خليهم 80، عليك كام؟ 100، خليهم 50. فعمل له اصدقاء، فلما اطرد بقوا اصدقائه. انا وانت النهارده كيف نكنز للسماء؟ بعمل الرحمه. ارتبط خالص الصيام الكبير باعمال الرحمه، اعمال الرحمه من الفلوس طبعا، ومن الوقت ومن الصحه. طب أنا أقول لك على حاجة، لو مستكتر يعني عمل رحمة بالفلوس لسه تقيل عليك، طب إيه رأيك في عمل الرحمة بالكلمة؟ تعمل رحمة مع المسيء إليك وتسامحه، عمل رحمة. إيه رأيك في إنك تعمل رحمة إنك أنت ما تنهش في جسم أخوك بالإدانة بالنميمة بالكلام السيء؟ يبقى الإنسان رحيم. بردك غياب الرؤية دي بيخلينا نتعامل بطريقة مش مناسبة. تكنس في الأرض ولا تكنس في السماء؟ تستوطن في الجسد ولا تستوطن في الملكوت؟ كل الصيام كده، بيقول لك الصيام ده فيه استنارة، لازم الواحد يدخل ويشوف أنا إيه سكتي. لو لقيت نفسك متربط قوي قوي بالأرض، لا خاف، خاف، لأن ده مش مكاننا هنا. طبعا القصة المخيفة جدا، تخيل معايا واحد من شعب إسرائيل قال لك أنا مش خارج ورا موسى، ما كان حيموت، حمشي مع فرعون، طب حيغرق في البحر، البحر ده العالم. تخيل واحد مش حيعبر مع المسيح في هذا الموسم. أنا بركزها لك خالص إنه ده موسى، ده المسيح في البرية وإحنا وراه، وبيحضر الملكوت وبيشق العالم
وبيطلعنا منه موسم. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض. وبعدين سراج الجسد حيث يكون كنزك يكون قلبك. طبعا المسيح عينه من على القلب، والنهاردة المسيح بيشوقك إلى الملكوت. عارف لو قلبنا في السماء هتبقى معاملاتنا كلها كده. اديت مثل امبارح في العشية حسيت انه مطابق. فاكرين احنا لما جينا نهاجر من مصر لأمريكا؟ فاكرين كان الواحد ايه بيوضب بقى، انا رايح امريكا تاخد لي فترة يمكن 55 يوم يمكن اجهز فيه. طب بعمل ايه؟ قولك اول حاجة، طب انا معايا شوية جنيهات تنفعني حاجة في امريكا؟ قولك لا دي ما تنفعكش بحاجة خالص. طب اعمل ايه؟ قالك حولها، فاخد كل الجنيهات احولهم. هم بيقلوا صحيح، ولكن هي دي اللي العملة اللي نفعة. فبغير وفيها خسارة، بس أنا مش عيني هناك، ما هو ده اللي حينفعني هناك. حسيت بيها لما تبذر من هنا وانت حاسس ان فيها خسارة، بتخسر في ايديك الفلوس، بتقل في ايدك. ابدا ابدا، دي بتتحول لك، ده الحاجة الوحيدة اللي هتعرف تستخدمها هناك، عمل الرحمة والمحبة. وبعدين يقول لك ايه؟ شوف طول الخمسة وخمسين يوم اللي انت قاعد في مصر بتوضب فيها. طبعا انا بربط بس الخمسة وخمسين بالصيام. كل عينك على امريكا، طول فترة الصيام عينك كلها على الملكوت، فبشوف العملة دي لما تنفع. طب اللبس، المسيح هيكلم على اللبس، يقول لك لا لا لا، اللبس ده ما ينفعش في امريكا، ده هناك بلاد ساعة وبتاع ما عندكش. طب اعمل ايه؟ شوف اللبس المناسب. طيب في حاجة، اي حاجة. وبعدين ايه؟ بيع 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 بيع، ولا باصص لحاجة، باصص على المكان اللي انا حستوطن فيه. ما هو ده بالظبط، حنتغرب عن الجسد وحنستوطن عند الله. عاوز القلب، ربطها لك بالهجرة اللي احنا عشنا دي. الواحد ايه قلبي؟ يلا حروح امريكا، حروح يلا، انا النهاردة قلبي حروح الملكوت. سراج الجسد هو العين، عاوز العين. ايه العين؟ العين البسيطة، العين اللي هي متركزة على الملكوت. في فترة الصوم دي انا وانت في طول السنة بيبقى صعب علينا، لكن الكنيسة والروح القدس في فترة الصوم بيساعدوك جدا. قداسات كل يوم التاني، عشيات، درس كتاب كل يوم كل يوم. ليه؟ عشان العين تركز وتمشي ورا المسيح اللي صائم عننا. كانت عينك شريرة فجسدك كله. إيه العين الشريرة؟ اللي بتعوج الطريق، المش مستقيمة. يقول لك ده عينه زيغة. ايه زيغة؟ عمالة تلف شمال ويمين. طب دي ما توصلش، دي معيبة، دي بتضر الجسد. العين المستقيمة اللي هي ماشية وراء النور. طبعا يعوز دلوقتي ان اطبق لك كلها. هو نفس العبور زمان كان قدامهم نور يمشي وراه. جي المسيح قال ان كان النور الذي فيك فالظلام كيف يكون. اوعى واحد عينه تبعد عن النور. ايه النور؟ الانجيل. الوصية نور، شفتوا الآية؟ والشريعة مصباح، مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كتير كتير مننا الانجيل ما بقراش الانجيل، راش الانجيل ازاي بس بتقراش الانجيل ليه؟ ده النور، مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي. صعب؟ لا مش صعب. اقرا انجيل متى،
ايه رايكم؟ واحد قال لي انت اديتنا في صيام يونان تدريب كلنا عملناه. طبعا لا كلنا ولا بيه، ما انا عارف. طب تيجوا نعمل تاني محاوله تاني في الصيام الكبير، نقرا انجيل متى؟ يا ريت. كنز في الارض وكنز في السماء، عين بسيطة وعين شرير، كلها كده. اللبس والجسد، جه في بالي اهو انا لابس كده ايديا جوه جلبية، يسألني واحد تتقطع الجلبية ولا يتقطع دراعك؟ لا طبعا الجلبية، ما هو نفس المنظر. لا تهتموا باللباس، الجسد أفضل. وعلى نفس القياس الجسد لا شيء، بل الروح. اهتموا بالروح. فترة الصيام دي زي بقول لك ده، أنا يعني عاوز أشبهها لك، ده المسيح عمال يخبط على باب كل واحد يقول له يلا تعالى اعبر ورايا، ما تقعدش لانه هيحصل هلاك، تعالى ورايا. بينادي راجل قابلته قال لي انا ما بصومش، بصومش الصيام كده. ليه يا سيدي؟ ما اعرفش، انا ممكن اروح الكنيسه واتناول لكن ما بصومش. مش مدركين يعني ايه صيام كبير لسه. ده المسيح عرقان وصايم ويخبط على كل واحد يلا تعالى ورايا. لا تهتموا لأنفسكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست النفس أفضل من الطعام؟ طبعا. والجسد أفضل من اللباس؟ حكيت لك الجلبية ولا إيدك؟ طبعا. لكن للأسف مركزين خالص على اللبس والأكل. فترة الصوم لا هنبص على هنورث بإيه، لما أعدي في الملكوت إيه اللي هينفعني، هتلاقي حاجات كتير قوي بتنفعش خالص. فالإنسان بيتركها بسهولة. مش ممكن هنترك إلا لو عنا بقت صافية وشفنا السماء. هشوفها إزاي؟ بالإنجيل، بالكلمة. آدي الصيام. ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحد. في الآخر قال بقى إيه؟ أمم العالم بيطلبوا الكلام، هذه كلها تطلبها الأمم، وأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. تعبش نفسك، بل اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. آدي منهجنا في الصوم الكبير، طلب ملكوت الله وبره، وهذه كلها يزيدها لكم. لربنا المجد للأبد.